اهلا بيكم في الورشة الفنية. هنكمل معاكم الجزء الثاني شرح ريليهات وفيوزات السيارة الانترا اتش دي. في الجزء الاول شرحنا اهم اجزاء العلبة الرئيسية من ريليهات وفيوزات ومدى تأثيرها على تشغيل المحرك. في هذا الجزء هنشرح العلبة الداخلية للفيوزات، الداتا والبيانات على غطاء العلبة توضح أسماء ووظائف الأجزاء داخل علبة الفيوزات الداخلية. وعلبة الفيوزات بتحتوي من الداخل على بعض الريليهات المتصلة مع الفيوزات وباقي أجهزة السيارة المختلفة. الفيوز الأول هو خط كهرباء بيصل لإحدى هذه الريليهات، ومع تشغيل الكونتاكت في اتجاه المرش تصل كهرباء لكتاوة المرش الموجود في العلبة الخارجية لتشغيل المحرك. الفيوز الثاني خط كهرباء بيصل إلى سويتش التكييف وقيمته 10 أمبير. الفيوز الثالث خط كهرباء يصل إلى سخانات الزجاج الخلفي وسخانات المرايات وقيمته 10 أمبير. الفيوز الرابع بيعمل في حالة وجود سخانات للكراسي وقيمته 15 أمبير. الفيوز الخامس فيوز التكييف، وهو عبارة عن خط كهرباء يصل إلى مديول وحدة التكييف وأيضا يصل لكتاوت بلاور التكييف، وهذا الكتاوت يجمع خارج علبة الفيوزات بجوار بلاور التكييف، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. الفيوز السادس خط كهرباء يعمل مع تشغيل الكونتاكت ويصل كهرباء إلى كتاوت النور المنخفض وكتاوت النور العالي في العلبة الخارجية، وقيمة الفيوز 10 أمبير. الفيوز السابع قيمته 25 أمبير، خط كهرباء يصل إلى عصا المساحات السويتش الرئيسي لتشغيل المساحات، وأيضا خط كهرباء يصل إلى موتور المساحات الأمامية. هذا الفيوز قيمته 15 أمبير ويعمل في حالة وجود مساحات خلفية، وهذا الفيوز غير مستخدم وقيمته 15 أمبير. أيضا هذا الفيوز قيمته 10 أمبير ويستخدم في حالة وجود فوانيس ضباب خلفية. هذا الفيوز قيمته 25 أمبير، وهو الفيوز المسؤول عن تشغيل زجاج الجانب الأيسر، وأي عطلة أو فصل لهذا الفيوز الزجاج الأمامي والخلفي للجانب الأيسر لا يعمل. أيضا هذا الفيوز هو المسؤول عن تشغيل زجاج الجانب الأيمن للسيارة، وأي عطلة أو فصل لهذا الفيوز زجاج الجانب الأيمن لا يعمل. هذا الفيوز قيمته 25 أمبير أمان الزجاج، ويعمل في حالة وجود خاصية رفع وخفض أوتوماتيك للزجاج، وهذه الخاصية موجودة في السيارات الفول أوبشن، السيارات الكاملة أمان الزجاج. أيضا هذا الفيوز قيمته 25 أمبير ويعمل في حالة وجود جهاز الإمبر فاير، جهاز مضخم صوت الكاسيت، وأيضا هذا الأوبشن موجود في الفئات الكاملة. هذا الفيوز قيمته 15 أمبير، وهو خط كهرباء يصل لكتاوت داخل علبة الفيوزات، وأيضا يعمل مع الريموت لفتح الشنطة. فيوزات المشبك، هذا الفيوز قيمته 15 أمبير، وهو خط الكهرباء الأول المباشر للراديو كاسيت، وهذا الفيوز يصل إلى فانوس الصالون وبعض المبينات، مبين نور الشنطة ونور لمبة الأبواب وحزام الأمان في عداد الطابلوه. فيوز أنوار الفرامل قيمته 15 أمبير ويصل إلى سويتش تشغيل أنوار الفرامل ومكان تثبيته أعلى بدال الفرامل، وهذا الفيوز غير مستخدم وقيمته 15 أمبير. أي فيوز غير مستخدم ممكن نستفيد منه ونعتبره سبير. فيوز السنتر لوك قيمته 20 أمبير،
ويصل لكتاود فتح وكتاود غلق السنتر لوك داخل العلبة الداخلية. فيوز ولاعة السجاير قيمته 15 أمبير ومسؤول عن تشغيل ولاعة السجاير. هذا الفيوز قيمته 10 أمبير وهو الخط الثاني للراديو كاسيت، وأيضا يصل إلى ساعة الطابلو وسويتش تشغيل المرايات. يبقى معنا خطين للكاسيت. هذا الفيوز يعمل مع تشغيل الكونتاكت، وهذا الخط المباشر الموجود في المشبك. ده خط قيمته 15 أمبير يصل للباور أوتليت لتشغيل أي جهاز خارج السيارة. فيوز الانتظار ويصل لكتاوت الإشارات، وأيضا يصل إلى سويتش الانتظار وقيمته 10 أمبير. ده فيوز لمبة بيان الإيرباج، وهذا البيان في عداد الطابلو. أما هذا الفيوز فهو الخط المباشر لعداد الطابلو، ويعمل على تشغيل عدد من المبينات، لمبة نور الأبواب ولمبة نور الشنطة وحزام الأمان. وهذا فيوز وحدة الإيرباج قيمته 15 أمبير يصل مباشرة إلى وحدة الإيرباج مع تشغيل الكونتاكت. هذا الفيوز قيمته 15 أمبير وهو فيوز هام جدا في العلبة الداخلية، بيصل لكتاوت مضخة البنزين الموجود في العلبة الخارجية، وأيضا يصل إلى رشاشات الحقن الإلكتروني. وطبعا أي عطل في هذا الفيوز المحرك لا يعمل. وهذا الفيوز غير مستخدم وقيمته 15 أمبير، وزي ما اتفقنا أي فيوز غير مستخدم نستفيد به كفيوز احتياطي. فيوز النور الصغير يمين قيمته 10 أمبير ويصل إلى النور الصغير للفانوس الأمامي يمين والفانوس الخلفي يمين، وأيضا يصل إلى نور اللوحة المعدنية يمين. وهذا فيوز النور الصغير للجانب الأيسر يصل إلى النور الصغير للفانوس الأمامي شمال والفانوس الخلفي شمال، وأيضا يصل إلى نور اللوحة المعدنية شمال. وده كان آخر فيوز معانا في العلبة الداخلية. أرجو أن نكون وفقنا في الجزء الأول في توصيل المعلومة عن العلبة الخارجية والعلبة الداخلية في الجزء الثاني للسيارة الانترا اتش دي. ما تنسوش اللايك والشير. في نهاية الحلقة بشكركم وإلى اللقاء.